عودت طائرات العدوان السعودي قصفها الهستيرية على مناطق متفرقة في مديرية صرواح. يأتي ذلك بعد صد الجيش واللجان الشعبية محاولة جديدة فاشلة لمرتزقة العدوان السعودي في وادي الوقفة جنوب صرواح محافظة مأرب. أفاد مراسلنا أن الجيش واللجان أفشلوا هجوما آخر للمرتزقة في وادي الحقيل شرقي منطقة كوفل. أشار أيضا أن طيار العدوان السعودي شن سلسلة غارات استهدفت شرق صرواح وهيلان، مضيفا أن العدوان استهدف تجمعا لمرتزقته شرق منطقة المشجع أسفرت عن مقتل 2 منهم وجرح 6 وسط تحليق مكثف لطيرانه في سماء المنطقة. وفي الجوف عاودت مقاتلات العدوان السعودي